جدير بالذكر أو الخبر اللي هنبدأ به هذه الحلقة هو رسميا النجم حسين الشحات في صفوف النادي الأهلي، وبتعلن رسميا بعد طبعا الفترة الطويلة السابقة من الجدل الإعلامي والاجتهادات ومتابعة هذه الأخبار ومصير انتقال حسين الشحات إلى النادي الأهلي، وده اللي كان طبعا محط أنظار الجميع في الأسابيع القليلة السابقة. رسميا بتعلن إدارة النادي الأهلي انتهاء إجراءات التعاقد وانضمام رسميا النجم المصري المحترف في نادي العين الإماراتي حسين الشحات إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي بعد اتصالات على مدار أكثر من شهر بين الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والسيد غانم الهاجري رئيس العين الإماراتي في ضوء العلاقات الطيبة والأخوية التي تجمع بين الناديين الشقيقين. وبعد الاتفاق على كافة الأمور الخاصة بانتقال النجم المصري المحترف في الإمارات إلى صفوف النادي الأهلي، تم تكليف الكابتن أمير توفيق مدير التعاقدات وتسويق اللاعبين من جانب رئيس النادي الأهلي بالسفر إلى الإمارات أمس لإنهاء كافة الإجراءات والأمور الإدارية والمالية الخاصة بانتقال اللاعب، لتغلق هذه الصفحة ويعلن رسميا أن النجم حسين الشحات في صفوف النادي الأهلي. ودي صورة أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي هناك مع المسؤولين في النادي الإماراتي ومتابعة إجراءات التفاوض وإنهاء التعاقد وكل التفاصيل الخاصة بإعلان التعاقد رسميا وانتقال النجم المصري حسين الشحات إلى صفوف النادي الأهلي، وإن شاء الله يكون إضافة كبيرة لصفوف الفريق بعد المجهودات اللي تمت والمفاوضات على مدى الفترة الماضية واللي انتهت بنجاح بانتقال هذا اللاعب. طبعا اللي بإجماع الآراء هيكون إضافة فنية كبيرة جدا لصفوف النادي الأهلي ويضيف للمجموعة المتميزة من اللاعبين الموجودين في صفوف الفريق الأول في النادي الأهلي. ما أقدرش أقول الخبر ده بمعزل عن اللي تابعته الفترة اللي فاتت بعد مباراة الأهلي الأخيرة مع بيراميدز في الدوري. طبعا شفنا آراء في كل الاتجاهات وآراء مختلفة واجتهادات، وكل واحد له وجهة نظر، كل واحد بيحلل الأمور من وجهة نظره أو من خلال قراءته الشخصية للمشهد بعد فوز بيراميدز على النادي الأهلي. ولكن الملحوظ جدا والمؤكد انه الكارهين والرافضين لاي تحرك لمجلس الاداره الحالي في النادي الاهلي هيظلوا على انتقادهم للمجلس حتى لو انجز الكثير من الامور والصفقات اللي ممكن تكون اضافه باجماع الاراء الفنيه لكل الفرق وفي مقدمتها النادي الاهلي، ومنها طبعا على سبيل المثال الحصر حسين الشحات والاضافات الكثيره اللي تمت للفريق في الفتره اللي فاتت املا في الوصول بالفريق لاعلى معدلات الاداء الفني والبدني والخططي سواء بالتعاقد مع مدير فني متميز او الانضمام او انضمام مجموعة وضم مجموعة متميزة من اللاعبين من داخل أو خارج مصر. اللي متعنت في وجهة نظره أو في رؤيته للأمور لن يرضي شيء وسيظل على رأيه، هيحاول دايما يعلق أي أخطاء على مجلس إدارة النادي الأهلي أو يقول دائما أبدا أن التقصير من مجلس إدارة النادي الأهلي، ولكن لن يشيد إذا تم الأمر بشكل جيد أو اتخذت خطوات ناجحة. وبالتأكيد محدش هيختلف على أن ضم لاعب بقدرات حسين الشحات هي صفقة متميزة جدا وهو قرار جيد وتحرك ناجح لمجلس إدارة النادي الأهلي. أيضا هناك رؤى مختلفة، ولكن الناس أحيانا بتتناسى الأبعاد الفنية، اجتهاد اللاعبين في المباراة نفسها، الفرص المتكافئة، الأداء التحكيمي، الأمور الكثيرة الخاصة بالمعايير الخاصة بانتقالات اللاعبين في المواعيد المحددة لها من عدمه، إيجاد مناخ بيؤكد على تكافؤ الفرص وتساوي الفرص بين كل المتنافسين. كل هذه الأمور اللي بتدخل في الحسابات وتؤثر في أي مباراة، وإن كنت مع الرأي اللي بيقول إن النادي الأهلي دائما أبدا مختلف عن الآخرين ولا يستخدم أي ظرف أو أي قصور في أي ركن من أركان الوسط الرياضي أو الكروي إنه يكون سبب لهزيمته، النادي الأهلي لا يقبل الهزيمة، مجلس إدارته لا يقبلها، الجماهير لا تقبلها، الأعضاء لا يقبلوها، حتى الإعلام الرياضي دائما أبدا بيشوف إن هزيمة النادي الأهلي في أي مباراة هي أمر يستحق وقفة لتحليلها. عشان كده بنقول إن لا يمكن نقبل وما بنستخدمش الشماعات ولا مبررات لأي هزيمة، وبالتأكيد في حسابات بتكون خاصة بأحقية المنافس أو اجتهاده جهاز فني ولاعبين إلى آخر هذه الأمور، ولكن تكافؤ الفرص ومعايير الفرص اللي بتسمح بالتكافؤ بين الجميع. النادي الأهلي هنا لقى إن رغبة هذا اللاعب المتميز رغم إنه في مناخ ناجح جدا وفي دوري متميز فنيا وماليا وإداريا وتنظيميا هو الدوري الإماراتي، وبالرغم من هذا النجاح الكبير واللي وصل لقمته مع وصول نادي العين إلى نهائي كأس العالم للأندية وتألق نجمنا المصري حسين الشحات في هذه المباراة، إلا أن نادي العين كمان رغم تمسكه الشديد باللاعب إلى أن رغبة اللاعب هنا وتمسكه بتمثيل النادي الأهلي وارتداء فانيلة النادي الأهلي والوجود ضمن هذا الكيان الكبير هي اللي دعمت هذا الاتجاه وساهمت في تمسك النادي الأهلي، وهو كمان في المقابل تمسك بوجود اللاعب إلى أبعد مدى وأصر على الوصول لأبعد مدى من التفاوض مع النادي الإماراتي لإقناعه وتغيير اتجاهات النادي الإماراتي اللي كان رافض خروج اللاعب من صفوفه، ولكن حرصا على العلاقات الطيبة بين الناديين واحتراما أيضا من إدارة النادي الإماراتي لإصرار
إدارة النادي الأهلي على ضم اللاعب وتمسك الأهلي بهذا اللاعب المتميز، وأيضا من الجانب الآخر إن هذه العلاقة متبادلة، حب هذا اللاعب للنادي الأهلي ورغبته في الوجود في هذا الكيان الكبير والعريق والناجح. النادي الأهلي المصري هي اللي سهلت الأمور، وعلى أساسها كمان تمسك النادي الأهلي وأدار الأمور بنجاح وصولا إلى إنهاء هذه الصفقة وضم هذا اللاعب اللي ما أعتقدش أنه يكون في خلاف على أنه إضافة كبيرة لأي فريق في الدوري المصري، ووجوده ضمن النادي الأهلي مع هذا الكيان ومجلس الإدارة وهذا الجهاز الفني ومجموعة اللاعبين المتميزين، أعتقد أنها هتكون إضافة كبيرة جدا للفريق في مبارياته المحلية والدولية. اسمحوا لي هرجع تاني للحديث عن الفترة اللي فاتت، انه في جهود كبيرة جدا على مستوى اصلاح امور كرة القدم اللي هي العنوان الرئيسي للنجاح في النادي الاهلي، واللي دائما ابدا بيركز عليها اي مجلس ادارة المجالس المتعاقبة في النادي الاهلي، لان هي اللي بتبلور اي نجاح وبتبروز دايما اي نجاح واي مجهودات، او العكس طبعا بيكون فيه هجوم شديد على النادي وحالة عدم رضا لو في اي اضطراب او نوع من عدم الاستقرار في نتائج كرة القدم، وده المتعارف عليه دايما في النادي الاهلي. النادي الأهلي حريص على التطوير، حريص على الارتفاع بالمعدل، تغيير الأخطاء والقصور الفني اللي ظهر في قطاع كرة القدم في الفترة اللي فاتت عن طريق الهيكلة وضم كوادر جديدة وضم كمان لاعبين متميزين بعد التعاقد مع هذا الجهاز الفني، وإن شاء الله تكون الأمور أفضل في الفترة الجاية. مرة تانية بنقول إن النادي الأهلي ليس الكيان الذي يمكن أن يقبل الهزيمة تحت أي مسمى، ومش بيعلق الهزيمة دايما على أي أسباب خارجة عن الملعب، ولكن بيحرص على أن تكون الأمور واضحة للجميع، التعامل بنفس المعيار مع كل الأندية، إتاحة فرص متكافئة، وجود تحكيم بيدي كل الفرص لنفس الفرق وبيحاول إنه يقلل الأخطاء إلى الحد الأدنى عشان تكون الفرص متساوية وتترجم عطاء الفريقين الأفضل فيهم يفوز. بنحترم جهود المنافسين، لا ننتقص من قدر أي جهاز فني أو أي لاعب بيقدر يتفوق في مواجهة من المواجهات على النادي الأهلي، لأن ده حقهم طبعاً وما نقدرش نبخسهم حقهم، ولكن النادي الأهلي دايماً بيقول إنه لابد من إيجاد مناخ طيب جداً لكرة القدم ومناخ عادل في الإجراءات والانتقالات والتعاقدات وفي الأمور اللي بتخلي الأمور في النهاية محسومة بالمعايير الفنية فقط، وليس فيها تمييز لنادي على حساب الآخرين أو محاولة وضع أي نادي في حالة استثنائية تعطي ميزة تنافسية على الآخرين، لأن ده بيؤثر طبعا في كل الحسابات وفي النتائج والنقاط. ولكن إن شاء الله الأمور تكون أفضل في الفترة الجاية. النادي الأهلي مدرك طبعا جمهور غير راضي، كلنا غير راضيين عن أي هزيمة أو أي اضطراب أو أي تعثر للفريق أو إخفاق سواء محلي أو دولي. إن شاء الله المؤشرات تكون أفضل وتكون إيجابية ونعوض ما فاتنا سواء في المنافسة في الدوري المصري أو على المستوى الدولي والبطولة الأفريقية. بس دي كانت نقطة جديرة بالذكر، لأن الفترة اللي فاتت كان فيه تحامل شديد جدا مبالغ فيه، مع أن أحيانا بيكون الأمور فنية بحتة، يعني ممكن نقول أن اللاعبين محتاجين يجتهدوا أكتر، لسه الانسجام ما وصلش لأفضل حالاته بعد تولي لاسارتي وفي مباراته الأولى، بعض الأمور الكثيرة جدا اللي محتاجة وقفة وبتكون على المستوى الداخلي الفني بين الجهاز الفني ولاعبيه عشان يوصل بمعدلات أدائهم للشكل الأمثل ويعوض أي قصور ممكن يسبب خلل في أي مباراة. بس الحسابات عند بعض الناس بتكون محسوبة وجهة نظرهم، أنا بفكر في مجلس الإدارة، أنا ضد المجلس ولا معاه، أنا مع مجلس سابق أو ضد المجلس الحالي، بتكون في حسابات بتؤثر على الآراء، وللأسف في الحالة دي الرأي ما بيكونش موضوعي، يشوف الأمور بس من منظور هو مع أو ضد. إن شاء الله تكون صفقة مميزة جدا، وبنأكد على أن النادي الأهلي مستمر في البحث عن أفضل العناصر وإضافات مميزة جدا للفريق في الفترة الجاية، إن شاء الله تكون مؤثرة بشكل إيجابي على مسار الفريق.